نعرفوا شنو هما الاسباب اللي خلاو هاد التلميذ يروح التاخر المدرسي. كي نعرفوا الاسباب صايره مع درنا خطه علاجيه متمكنين من الوسائل اللي بغينا نستعملوهم، رانا عارفين باللي النتيجه اللي حقوها نحقوها. تنظم مؤسسة عمومية الصحة الجوارية تيدو في يوم دراسيا حول الصحة النفسية واقع ورهانات تحت شعار رعاية الصحية النفسية للجميع، تنسيق مع المكتب الرئيسي للمطالعة، ديوان مؤسسة الشباب، وكذلك المصلحة الخارجية لإدارة سجون الإقامة الجامعية 537 دور. هذا اليوم الدراسي خصص له حوالي 5 مداخلات، المداخلات كلها متنوعة وكلها تخدم الصحة النفسية، منها المرافقة النفسية في الوسط المهني، المرافقة النفسية في الوسط المدرسي، المرافقة النفسية في الوسط الجامعي، المرافقة النفسية للمحبوسين في المؤسسات العقابية، وكذلك تدخل النفسي في إطار الأزمات. غرض منه هو الوصول إلى استراتيجية، أولاً تسليط الضوء على واقع الصحة النفسية بولاية تندوف. الحاجة الثانية هي الوصول إلى استراتيجية موحدة بين المختصين النفسانيين في مجال التكفل النفسي بالمدمنين. في إطار المداخلة تاعي اليوم اللي كانت تحت عنوان الضغط النفسي في الوسط المهني، تطرقنا لمجموعة من العناصر واللي كان الهدف منها أولاً توعية وتحسيس الموظف التندوفي أو بصفة خاصة والمختلف فئات المجتمع بصفة عامة إلى أهمية الصحة النفسية في الوسط المهني والضغوطات التي يتعرض لها الموظف في سواء في الإدارة أو في المصنع أو في مقر عمله. أهمية دور حاليا الإصغاء في مرافقة الشباب، وهذا موضوع جد مهم، بحيث أن الأخصائي النفساني في ديوان مؤسسة الشباب له دور كبير في مرافقة الشاب في حل مشاكله، لا كذلك في الاستماع إليه، في مساعدته، في إرشاده، في توجيهه إلى غير ذلك. نشكر المؤسسة الصحة العمومية الجوارية في ولاية تندوف الاستعانة النفسيين الصحراوي بالمشاركة في يوم دراسي حول الصحة النفسية واقع ورهانات. الصراحة يعني كانت محاضرات يعني قيمة تعكس الواقع والتقدم من الجانب النفسي والتكفل الاجتماعي في الدولة الجزائرية، وهذا ما عهدناه من الأخوة الأشقاء في الدولة الجزائرية، وشكرا. يعتبر التكفل النفسي الهدف الرئيسي الذي سعى إليه دائما النفساني الريادي في وسط عقابي، الإقامة بتشويه الذات أو تعرض للاعتداء الجسدي أو الشجار المتبادل لتقديم مساعدة نفسية. برمجة ندوات علمية حول الضوابط النفسية والاجتماعية والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا المجال. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.